قبل ما نبداو الحلقة ديال اليوم، نتمنى كل واحد فيكم يتفاعل معايا في القناة ديالي ويفعل زر الجرس باش يوصل كل جديد. نبداو الحلقة ديال اليوم بسم الله على بركة الله. أعزائي المشاهدين، الماتريال اللي غادي نحتاجهم في هذه اللوحة التشكيلية كالتالي. هانتوما كتشوفوا الألوان اللي عندنا، هما هادو صباغة مائية. غنحتاجو هاد الألوان هادو باش غادي نديرو هاد اللوحة التشكيلة، وغنحتاجو سكوتش بابي كولي، وغادي نحتاجو طراف ديال الكود بلاطين بحال هكا صغارين، سواء كانوا صغار أو كبار. وحدة حاولوا أنكم تلونوا وحدة بالكحل أو وحدة بالبيض باش غادي نوعو اللوحات ديالنا. تابعوني، غادي نبداو ان شاء الله بالفيديو كالتالي. اول مرحله غادي نبداو بها ان شاء الله، غادي نبداو بالخشبه ديالنا، وغادي نديرو بابي كولي بالجنب ديالنا هكا باش غادي يعطينا هذا هو الاطار ديال اللوحه. تابعوا معايا، الطريقه جد سهله بحيث ان اي واحد يقدر يدير الطريقه هذه. كتعطينا الطريقة هادي. والثاني مرحلة اللي غنبداو بها ان شاء الله هو الكاس، كاس ديال الزاج. غادي نحاولو اننا نكبو فيهم جميع الالوان. نحاولو نبداو باللون الابيض، غادي نكبو واحد شوية اللون الابيض، غادي نكبو فوقو اللون الازرق. تابعوني، طريقة جد 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 سهلة. غادي نديرو اللون اورانج، بعد نديرو اللون اخضر، بعد نديرو اللون اخضر مغلوق، مرة نديرو اللون وردي، نزيدو لون بيستاج، نديرو اللون الموف الأخير، قبل ما نزيدو اللون البني. في الأخير غادي نزيدو اللون أبيض. تابعو الطريقة جد جد سهلة. هانتوما يمكن الطريقة دي يديرها أي واحد فيكم. السابينة سير كتعطينا انتوما كتشوفوا الحصيلة ديال اللوحة ديالنا. من بعد ان شاء الله غادي نستعملو، غادي نستعملو ان شاء الله الشيشوار باش غادي نبردو هاد الصباغة هادي. تابعو معايا، I'm not afraid to die.
وصلنا للاخر ديال هاد الحلقه هادي. نتمنى كلشي يعجبو الفيديو وكلشي يتفاعل معايا في القناه ديالي وشاركوا في القناه باش ان شاء الله توصلوا كل جديد. تحياتي لكم، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، تقنيه جديده وفيديو جديد.